ولا الواد ده خلي بالك منه، ده اخطر عيل هنا. ها اسمعني بقى، عايز اقول لك كلمتين وتركز فيهم. اي حاجه من النهارده اقول لك عليها تقول لي امين امين، ومفيش كلمه تطلع يا ابو علي. سكتم مكتم. انا عايز كم عيل من العيال الشمال اللي عندنا في الحي، ها، وكم عيل من المتوقع اللي هم يبقوا شمال. انا بص عايز شله شمال كده عشان هننزل حمله وربنا يرزقنا فيها. امين يا رب. انزل يا ابني، تهوى لم الكراسي دي، يلا بسرعه يا ابني ورانا شغل. الله الله، ليه كده بس يا باشا؟ على كل حلوين حلوين ايه، وغلت تلت الشارع ليه بس يا باشا؟ كده خلاص يا ابني، سيب الكراسي نزلها. تسلم يا باشا. هات لي يا ابني الترابيزات بقى كلها. ليه يا ريس كده؟ صباح الفل تاني. بعت لي 6 مانجا على المكتب. اطلع يا حسن. يوصل يا باشا، يوصل. اتفضل يا باشا، كلمني على الحاج. حاضر، يوصل يا باشا. يلا يا ابني اركب بقى يا ابني. نادي العمارة مسعود. الله يخرب بيوتك معصب. حول الله يا رب. يا صلاة النبي. حسن افتح محضر يا ابني وعد لي الزلطة زلطة زلطة. زلط في الطريق العام يا باشا. محضر ايه بس؟ اهدى بس، الله يهديك. مش بس يا بابا، دي لوحدها كعب داير تلففكم. ايه ده؟ الله الله، اكتب محضر تاني يا حسن. رمل اصفر جبلي وممنوع استخدامه في مواد البنى، وتقولوا العمارات بتقع عليه. تقوا ربنا بقى. يعني يا باشا هنجيبوا لك رمله حمراء؟ ما كل الرمله صفراء. شوف اي لون يا حبيبي لو بتستظرف. اكتب يا حسن انه قال رمله حمراء، اكتب اللفظ ده. وبعدين يا باشا انا مؤاخذه مظبطين كل حاجه. اخلص يا كلب. يعني ايه، احنا بناخد رشوه ولا بناخد رشوه؟ سيبه يا حسن، قول الجمله دي تاني عشان ورحمه امي اسجنك. خلاص يا باشا، ما خد يا حسن. ايه ايه ده؟ ده مجنون. دبسها له، دبسها له في المحضر. ما تدبسهاش يا عم. هات هات هات. عارفكم والله العظيم ما عارف الواحد العماره ده ترس على ايه. خد يا عم حسن امسك. يا جهلة عمارة السعد والهنا يا معلم. عايز مطب لا مؤاخذه قدام المحل بتاعه. الواد ده بنقطه بيعدي من قدام المحل كتير، فبيخاف عليه لا مؤاخذه لا حربيه تخبطه ولا لا. طبعا عيل صغير، نعمل له المطب ما فيهاش حاجه. حاجه تانية يا مسعود والنبي. ايه؟ عايزين نعمل مطب عند الراجل بتاع الشكمانات لا مؤاخذه، دافع باكو وعايزه عالي. دافع باكو؟ اه. الله الله، وعايز يعمل مطب عالي ليه؟ الراجل بتاع الشكمانات، عربيه تعدي لا مؤاخذه، شكمان يتخرم، شكمان يتخلع، اهو يسترته. بص يا حسن، طالما راجل كبير وعايز يشتغل ودافع باكو، من واجبنا ان احنا نقف جنبه ونساعده. حاجة تانية يا مسعود والنبي الله يخليك. ايه تاني؟ في واحد صاحبي لا مؤاخذة بيجيله النور عالي، فعايز لا مؤاخذة عمود قدام البيت ويكون طالع على الشباك. نعمله له يا حسن. ربنا يبارك لك. صغير رفيع بقى لا مؤاخذة. ايه؟ الناس دي ما تنكش ورانا. اثبت ياض واتقل. اتقل ياض. صباح الفل. ايه ده؟ لا استنى استنى. انا افتكرتك غلطت لا مؤاخذة. اقراها. ايه اللي ايه دي؟ اقراها كام؟ خدتك ايه؟ مالها يا حسن؟ لا انا عايزك تبقى قنوع، ما تبصش تحت رجليك يا حسن. ده تحت الارض يا مسعود. السلام عليكم يا ترموستات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شايفه وشي في الارض ازاي؟ هما كده ما يجوش الا بالعين الحمراء. لا استخف، ما تختشيش يا عينيا. يلا